ومعنا هاتفيا من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية. مرحبا بك سيد قصي. نبدأ من تصريح محسن رضائي الذي قال إن كل من يتوقع خروج إيران من العراق واهم. كيف تقرأ هذا التصريح في هذا التوقيت؟ تحياتي لك ولجمهور قناة الرافدين الأفاضل. حياك الله. ما صرح به صحيح 100%، لكون إيران اليوم تعتمد اقتصادها الكامل وتخلصها من الحصار المفروض عليها من قبل دول العالم على أموال العراق وسرقة نفط العراق. هناك أكثر من حدود 18 مليار دولار تسرق من نفط العراق، هناك تجارة وتزويد كهرباء وإعادة يعني البترول للعراق بشكل خام يأتيها إلى إيران وثم تحول من خلاله إلى نفط وغيره وغيره. هذا كله يقدر ما بين 30 إلى 35 مليار دولار سنويا، إضافة إلى أنها التصدير الكامل إلى العراق من كل شيء. كل شيء الآن السوق العراقي بقى يعني مفتوح إلى إيران، وبالتالي هذا يجعل من إيران تعتبر العراق الآن هو المورد الرئيسي، بل الرئة التي تنفس منها. وهذا يعني بعلم الأمريكان، والأمريكان لم نجد منهم أي يعني أي تقدم في موضوع إنهاء وجود الإيراني. ولكن هناك يعني سجالات سياسية عبر تصريحات أمريكية تجاه تنامي هذا النفوذ الإيراني، وهناك بعض الوعيد من بعض السياسيين الأمريكيين أمام هذه الرسائل الإيرانية. هل تتوقع صداما فعليا مع الولايات المتحدة الأمريكية في النفوذ العراقي؟ بالتأكيد هناك نوايا، الولايات المتحدة تدرك أن تمدد إيران في العراق والهيمنة عليه يعني إنهاء الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط بكاملة. هذا تدرك القيادة الأمريكية وتعمل دائما على تصريحات تشير إلى أن على إيران أن تنسحب من هذه المناطق. ولكن موضوع أن تقوم حرب على الأرض العراقية بين إيران وأمريكا، لا أعتقد هذا وارد في الحسبان نهائيا ولا ممكن يعني أن نفكر به. ولكن هناك أساليب عدة يعني لإضعاف إيران من خلال حصار مشدد عليها، من خلال تأمين الحدود العراقية والتقليل من تأثير سرقتها لأموال العراق، وكثير من السيناريوهات موجودة. الإدارة الأمريكية قادرة على أن تحجم إيران من دون أن تدخل حرب مباشرة معها. البعض يتحدث عن حرب المياه، إنجاز هذا التعبير. إيران تسببت في جفاف شط العرب بعد تحويل مجرى نهر الكارون، ومستشار خامنئي قد لوح بحرب إيرانية لتأمين المياه. كيف تصف تلك العلاقات التي يلوح فيها الحليف بقتال حليفه؟ هذا من وجهة نظري هو محاولة لفتح صفحة جديدة ضمن الصراع الأمريكي الإيراني الأخير اللي تطالب بأمريكا بخروج إيران. وهذه المشكلة تخترقها إيران لكي تستخدمها ورقة في المستقبل. هذه من ناحية. ولو رأيت أن المياه الآن من إيران باتت يعني تشكل خطر كبير على العراق، كل الأنهار اللي من إيران الآن جافة، وكنا نعرف ديالة وغيرها، وأخيرا منها حتى هور الحويزة، اليوم أصبح كل مياه يعني الإيرانية اللي جارة من التربة اللي يعني غير مفيدة، كلها قاعد تنزل في هور الحويزة. هور الحويزة اليوم لا يصلح لا للأسماك ولا للزراعة. نعم. وهذا كله يعني ناتج من المياه الثقيله وغيرها التي من ايران تدخل في هذا الهور. ويتحدث عن ذلك لا بسبب انه الحكومه العراقيه لا تحاجج هذا الطرف ولا تطالبه بان يحسن وضع المياه او تفاهمها فيما بينهم. مياه البزل ما زالت تاتي الى الانهار اللي تدخل العراق، وهي تضرب الاراضي العراقيه ولا تفيدها. وهذا الادعاء كاذب، مجرد اتخاذ ورقه جديده للضغط على العراق. ولان هذا الامر اصبح يعني واقعا لا يمكن اخفاؤه، وجدنا النائبه حنا الفتلاوي تصرح بان جميع الاحزاب السياسيه بكل انتماءاتها لها علاقات وطيده مع قاده طهران. كيف تقرا هذا التصريح؟ بالضبط. يعني الان لا ننكر يعني حتى قيادات سنيه
تأخذ الرأي من إيران ولا تدخل الانتخابات أو تأخذ مناصب ما لم توافق إيران عليها. هذا هو واقع الحال لمن يدعون تمثيل السنة. كلهم الآن مع إيران أصبحوا وهم الحكومة. رئيس البرلمان العراقي لم يلقى في منصبه لولا تدخل إيران بالموضوع. هذا الأمر يدل على أن هناك فجوة كبيرة تحصل بين الحكومة وبين الشعب العراقي، ولا بد وضمن تصوراتي أنه ستشهد الأشهر القادمة ثورة كبيرة من الشعب العراقي، لا بد أن يحسب حسابها وتستثمر لإنهاء وجود هذه الحكومة والإتيان بمن يحكم العراق ويقود نحو الأمن والسلام. شكرا جزيلا لك هاتفيا من لندن سيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.